طيب اسمعوا بقى ده عشان يعني التجربه دي ممكن كل واحد فيكم يفكر في حاجه زي. طيب انا اسمي محمد ايهاب، كمبيوتر انجينير، اتخرجت من هندسه عين شمس، خلاص السيمستر ده بخلص الام بي اي بتاعتي في الاي يو سي، وكرنتلي سي او بتاع ستارت اب اسمها باس مودي، اوكي، مالهاش علاقه خالص بالكمبيوتر انجينير. في الاول انا ابتديت افكر ليه اصلا اروح فريلانسنج. الموضوع ده كنت شغال شركه اسمها فاليو، فاليو لو حد عارف فاليو في السوفت وير اندستري معروفه ان هي شركه يعني سيرفيس بتاعها حلوه، الناس لما بتخرج عايزه تروح تشتغل فيها. فكان عندي بس مشكله صغيره ان مش عايز اكمل في السوفت وير انجينير. بعد اول سنه قلت له انا وانا في سنه ثالثه كليه قلت انا هتخرج اشتغل في فاليو، لان ما اعرفش قعدت بذاكر الحاجات اللي هي فاليو محتاجاها كلها. بس بعد اول سنه في الشغل لقيت ان لا، يعني سمارت ماركت ساينس زي ما كنت فاكر الموضوع ده اشتغلت حاجه صغيره جدا في الشغل مش ده اللي انا عايز احققه. ابتديت اروح انترفيوز شركات كتير جدا، بتروح في اي شركه تعمل انترفيو يا اما عشان يأكسبتك يقول لك اه بس انا السالاريز بتاعتي مش زي فاليو هديك نص السالاري، يا اما يقول لك لا انا اصلا مش هقدر أكسبتك عشان انت هتيجي عندي مش هتبقى ساتسفايد فمش هعرف أكسبت انك تيجي عندي. بلس ان فاليو اصلا شغاله في حته صغيره جدا، فالاكسبيرينس اللي هتاخدها منها مش هتبقى في شركتين ثلاثه في مصر، فالشيفت ات واز نوت ذات ايزي ات اول. بالذات كمان انا واحد بقى عايز اتجوز حوشت، فطبعا الموضوع ان انت عايز تشيفت بقى وتروح تشتغل في شركه بنص المرتب ده كان اوبشن مش موجود اصلا. فلا هو هي الفكره يعني. فابتديت الكلام ده مثلا من 2009. قعدت من 2009 يعني عملت بتاع 40 انترفيو في 40 شركه مختلفه، وكل مره الريزلت انه لا في الاخر انك تفضل قاعد في فاليو احسن. طبعا فاليو دي سمارت فيليج، انا ساكن في مصر الجديده، فا يو كان ايماجن ساعتين الصبح رايح في الطريق، ساعتين راجع، يعني تقريبا في يومين في او سوري اربع ايام في الشهر بيضيعوا مني في المواصلات. بس ليترال يعني. فا مش الموضوع ده مش مبسوط منه، مش شايف ان انا عارف احقق اي حاجه. واحد من اصحابي جالي في الشغل قال لي على فكره في حاجه اسمها الفريلانسنج اونلاين انت ممكن تشتغل فيه. بس قلت لك انت هتقعد تتعب جدا، هتقعد ست شهور علشان تعرف اتليست تاخد جوبز او تبتدي تعرف تعمل بروفايل وتبتدي تعرف تصرف على نفسك، فلو انت مش هتعرف تديكيت نفسك فول تايم ات ويل بي فيري ديفيكولت. ده بعد ما اتجوزت طبعا. فكان موضوع ان انا اسيب واجرب والحاجه دي تطلع مش شغاله وان انا اتسوح ده برضه ما كانش اوبشن موجود. فابتديت دخلت على ويب سايت عملت بروفايل، كان ديسمبر 2013 سوري. اخر شهر كان معايا 5 جوبز عملتهم واخد 5 ستارز ريتنج. انا بقول لصاحبي طب انت بتشتغلني يعني ما فيش حد بيخش من شهر بياخد 5 جوبز. بس هو كان في حاجه ان انا البارت اللي دخلت فيه في الفريلانسنج كانت حاجه نيش مش اي حد بيشتغل فيها، يعني ما بقولش انا مثلا سي شارب ديفلوبر او بي اتش بي ديفلوبر، لو في حد بي اتش بي انا اسف يعني، بس بتكلم رياليتي. دخلت حته صغيره جدا مش ناس كتير موجودين فيها. وابتديت طبعا بالطلعه الجميله اول كفر ليتر انا بديك سعر مش هديه اي حد تاني عمري ودي مش المفروض تتعمل كده، بس انا لسه ببتدي بروفايل فعشان اعمل فيدباك انا ايفن فلوس مش فارقه معايا بس اديني ريكومنديشن في الاخر كويس. طب ايه؟ ايه؟ ويب سايت خلاص انا هقول في الاخر. المهم ان اول جوب يعني انا الراجل بعت لي جوب فضلت سهران عليها خلصتها في نفس اليوم، اكشلي كنت بنام واللابتوب جنبي على السرير. فحط لي فيدباك حلو جدا. تاني بعدها بيومين يعني جوب كويسه، اشتريت يو اس بي مودم عشان ابقى وانا مروح في الباص عندي ساعتين اكيد اشتغل فيهم وانا في الباص. ابتديت خلصت بعد ما قعدت 7 جوبز ده في ديسمبر ابتديت الناس ابتديت بقى الموضوع يقعد في دماغي. طب انا دلوقتي بعمل ام بي اي بخلص سمارت بروح التجمع برجع مصر الجديده اروح سمارت تاني يوم، طب ما اجرب ادوس في الموضوع بتاع الفريلانسنج ده. طبعا اي حد فيكم يقدر يتخيل رايح لبابا او مامته بيقول لهم انا ان شاء الله يا جماعه هسيب الشغل وهقعد اشتغل على الانترنت و... او حمايه ده بابا اكبر من بابا مامتي طبعا. فيعني طب يعني طبعا انا كنت اتكلمت رسمي يعني يا ابني ما تدخلش زهق يعمل فيه كده، طب روح اقعد في اكتوبر مش لازم تشتغل في انسر. انا كده كده اصلا عايز شيفت كارير ومش عارف شيفت كارير، اي حد بيقول لي انت كل الكواليفيكيشنز بتاعتك سوفت وير، فلو قررت كمان الام بي اي وانا مخلص كل حاجه ما فيش حاجه غير ان انا سوفت وير انجينيرنج ما حدش هيأكسبت الام بي اي. طب انت ما عندكش باك جراوند، انت بس عندك ثيوريتيكال باك جراوند ما شفتش حاجه جديده. ف ات واز ذا ديسيجن ان انا اخد
ان انا شفت من فول تايم لكوربريت امبلوي لان انا اشتغلت بارت تايم فريلانسر. كان عندي بس مشكله صغيره طبعا الاسطوره الشهيره يا ابني الناس دي قصابه. اول ما انت هتشتغل هيقول لك عندك فلوس جدا على الويب سايت دي تحول الفلوس زي الحاجات بتاعت بزنس كده بتاعت اعدادي والكلام الجميل ده مفيش فلوس خالص وتلاقي ان ضحك عليك. فقال لي طب جرب يعني لو جات لك الفلوس على البنك استفيد. تقريبا اليوم اللي انا فتحت الاتش اس بي سي اكونت عندي ولقيت ان انا الفلوس اللي عملناها ترانسفير كنت بدي ريزرفيشن بتاعتي للمانجر وخلاص انا هقعد في البيت وهشتغل. وتقريبا كانوا بيشحتوا عليا في الشغل يا جماعه الحق محمد هيشتغل هيقعد في البيت ويسيب الشغل يعني حسنه قليله وكلام كده ماشي الموضوع عدى. هو طبعا انا نسيت السلايد خالص هيعتبروها مش موجوده. البوينت انه بعد كده شهر اغسطس تقريبا جالي ايميل من الشركه اللي انا الويب سايت اللي بشتغل عليه هو اكسس سيستر كومباني برضه مع ايلانس يعني. قال لي انت من التوب 10% في الناس اللي بتشتغل على الفريلانسنج الويب سايت ده وكونجراتيليشنز. هو حد جاله الايميل ده في الناس اللي بتشتغل يعني مش بعتوه لكل الناس يعني ولا اصل انا بقيت حاسس لو بيشتغل الناس حد جاله التوب بيرس الحمد لله فواضح ان دي كانت حاجه خفيفه يعني. فقال لي ده كويس يعني هو الحمد لله يعني ربنا كرمني في الفتره اللي فاتت دي كنت كل ما بعمل جوب باخد 5 ستارز ريتنج يعني في كلاينت مره اداني اللي هو 4.85 عشان مره دخل اونلاين ما تقنيش انا كانت الخناقه تمام لا انا رجعت فلوسك يا عم انت كده هتبوظ لي الريتنج بتاعك حرام عليكم مش عارف ايه وكده. الحمد لله يعني كان الريتنج كان تقريبا دلوقتي معايا 67 جوبز حاجه كده خلصانين ب 4.99 ريتنج علشان في اربع شغلانات من ال 67 كانوا 4.85 مش 5 ستارز. فالبوينت لما تيجي تتكلم مع كلاينت بعد كده وبترفع الفلوس بتاعتك بقى ومش فارقه بقيت بتشتغل تماما اللي هو لا انا عايز اشتغل شغلانه باور ريت عالي انا مش هقعد اتعب نفسي في شغلانات باور ريت صغير عشان في الاخر هيجي لي نفس الانكم بس انا مريح نفسي بقيت مركز في الدراسه بقيت بعمل ستارت اب. فالموضوع بقى ان انت اي حد يكلمك بتقول بص انا مش هتكلم معاك شوف الفيدباك بتاعي بعدين تعالى اتكلم. فيعني it can be like this لو انت داخل في حته نيش الموضوع مش تباكه بس هو انا عايز اعمل ستارت اب والستارت اب عايز اشتغل فيها فول تايم مش عايز اشتغل بارت تايم لان انا شغال فول تايم فريلانسر وبارت تايم على الستارت اب. فكان لازم بقى ابقى بشتغل بالشكل ده علشان اقدر ادي سالري للناس اللي معايا في الستارت اب ان انا اصرف على بيتي وان انا كمان ادفع حاجات ماركتنج للستارت اب وفي نفس الوقت يجي لك سالري طبيعي يعني. المهم الحمد لله اتبيت انا راجع شويه. المهم الحمد لله يعني دلوقتي انا شغال فول تايم على الستارت اب بتاعتي بقالي حوالي 6 شهور ومعايا حد انا بدفع السالري بتاعه ودايس الموضوع ان شاء الله يعني بصمه دي اللي هي الستارت اب بتاعتي هتبقى اسمها عنها قريب ان شاء الله. طيب ايه اللي انا اتعلمته من الفريلانسنج؟ اول حاجه ان يعني انت ممكن تاخد كالكوليتد ريسك بمعنى انت كنت واحد بتاخد سالري بالنسبه لي انا فكرت فيها قلت خلاص انا قدامي سنه وخلاص ام بي اي فالسنه دي هجرب فيها كنت هشتري عربيه ما اشتريتش عربيه كنت هحوش الفلوس ان كيس الدنيا ما مشيتش انا معايا حاجه يعني تكفر الريسك بتاعي. ات بيد اوف الحمد لله يعني ممكن اجيب عربيه دلوقتي. حاجه كمان اتعلمت النيجوشيشن يعني انا كسوفت وير انجينير كنت عمري ما بتكلمش مع اي حد ليه علاقه بالتكنيكال خالص كل كلامي مع ناس عايز دي تتحط فين عملك الاوبجكت ده شكله عامل ازاي السوفت وير مش بيكومبايل اتسترا. بقيت انت بتخش بتنيجوشيت بتسيل السكيلز بتاعك انت في واحد بيبيع نفس الحاجه ب 3 دولار وانت مثلا بتبيعها بخمس اضعاف السعر او ست اضعاف سعر او كذا وانت بتكونفنس الكلاينت انت لا انت تيجي معايا مش تيجي مع مش بتخبط حد تاني يعني بس انت بتقنع الشخص قدامك اذنه قدامه اوفرنجز مختلفه انه لا ازاي عندك انت ما ياخدش بيت الناس. الكوميونيكيشن يعني معظم الكلاينتس اللي بنشتغل معاهم وين يو ار برو اكتف بيرسون انت بتقترح مش جاست بتاخد الشغلانه تعملها وتخلصها وتيجي ات بيز ا لوت الناس بتبتدي ترجع لك بعد كده ايفن بيبقى انت الكريدبيلتي بتاعتك يقول لك طب محمد ما تعرفش حد من اصحابك بيعمل برزنتيشنز ما تعرفش حد بيشتغل بي اتش بي ويب ديزاينر اند سو يعني تقريبا انا العيله كلها عندي اشتغلت على حس الموضوع ده يعني حاليا انا اخواتي اثنين بيشغلون فريلانسرز او هم بيشتغلوا شغلهم يعني مراتي بقت بتشتغل فريلانسر هي كمان جوز اخت مراتي بيفكر في حمايه هيموتني غالبا ف يعني لا البيز وفي ناس بتشتغل وعادي جدا. طيب ثالث حاجه اندستريز انا كنت شغال في حته قد كده في الشركه اللي انا فيها لما بقيت بشتغل مع ناس انا بقول لا لما تعمليش ان انا اي حد كده خلاص انا بروسس كونسلتنت قول لي البروسس بتاعتك بتشتغل ازاي وانا اقول لك هو كان اد فاليو فيها فابتديت اشتغل مع ناس بتبيع ذهب
ناس بتعمل مطابخ، ناس ريل استيت في امريكا، ابتديت اخد باك جراوند عن اندستريز كتير جدا، ودي حاجه افادتني بشكل خيالي في البيزنس اللي انا بعمله، بان انت تشوف اندستريز كتير بتعرف تاخد بيست براكتسز من كل اندستري. اشتغلت تقريبا مع ناس من 14 بلد، فاشتغلت معاهم من منغوليا، واحد من الدومينيك، واحد من امريكا، واحد من باكستان. بتبتدي تعمل فلترنج للكلاينتس، انت عارف الجنسيه دي غالبا الناس دي ما تتعامل معاهم بالطريقه دي، لا الناس دي لسه في البيمنت ما بتشتغلش معاهم وهيطلع عينك. فاوريدي بتديك باك جراوند عن البلاد دي عامله ازاي. اوكي؟ طيب مين البارت بس هو صوتي كامل هو بس البنفتس فور باسبورت. انا لو جيت اعمل ستارت اب كنت عايز اعمل لوجو، عايز اعمل حاجات موفي للستارت اب، فمثلا بتيجي تتكلم مع حد يقول لك لا انا ما عملهاش باقل من 5000 جنيه فور اكزامبل، ونفس الحاجه دي انا عملتها ب 700 جنيه بعد كده. ده يعني جاست تو بي يعني السالري سوري الفرق بيبقى عامل ازاي. بس انا عشان انا في حيت بارت بعمل بادجت اوبتمايزيشن، بقيت عارف هاو تو جيت ناس بالكواليتي اللي انا عايزها بطلع عليهم بقى اللي كان بيتعمل فيا. يعني لما اجي كلاينت بقول لهم بقى لا انت بتشتغل كده وتسلمني في الوقت الفلاني اند سو اون يعني. فا اتهددني جدا جدا في البيزنس بتاعي، بلس ان انا اصلا كنت بشوف جوبز وحاجات بتطلع اونلاين ماركتنج مش عارف ايه باو ماركتنج شويه كلام كده. انا اصلا لو ما كنتش دخلت في البارت بتاع الفريلانسنج كنت حرام خالص. فابتديت اعرف ناس واشتغل معاهم وبيفيدوني جدا في البيزنس بتاعي بقى تبقى لي لو كوست. طيب الحاجه بس اللي عايز اقولها يعني الموضوع مش مرعب يعني. if you are skilled مش لازم تفضل في شركه في كوربريت وطاحن نفسك، لا يعني تقدر تحوش شويه تيجي على نفسك سنه او حاجه وتبتدي تاخد الريسك ده اتس دوبل، وممكن بعد كده يبقى وانت مستريح. يعني انا اكشولي تقريبا دلوقتي ما بشتغلش 20 ساعه على بعض في الشهر. يعني هي جوبز انا اوريدي عندي لايبرز كتير انا عاملها من زمان، حد بيتكلم معايا بشتغل معاه فيكس برايس مش هشتغل اورلي. انا الحاجات دي عملها ديفلوبمنت قبل كده هديها لك بالبرايس ده اوريدي، بعد اجمع الحاجات اللي انا كنت عاملها واحطها وابيع اتفضل شكرا، وبالبري في الاخر بجيب الفلوس الحاجات اللي انا تعبت فيها لمده سنه. فا اتس جود ما حدش خايف يعني من الموضوع بتاع الفريلانس. انا كده خلصت، لو حد عنده اي اسئله او اي حاجه يعني انا كده موجود لحد. يعني ايه باسبورت؟ ده سؤال هادي اعمل دعايه. باسبورت هي شركه المفروض ان هي بتجمع ناس ساكنين جنب بعض وبيشتغلوا في نفس المنطقه، تعمل لهم باص يوديهم كل يوم ويرجعهم زي الكاربولينج بس على ليفل باصص، وان احنا بنبروفايد باص. فما تبقاش مثلا مستني صاحبك لو قال لك لا ده انا هتاخر النهارده ساعتين في الشغل ما تبقاش قاعد مستنيه عشان تروح معاه. اوريدي الباص هو بيروح في مواعيده، اللي هيتاخر هو اللي يتصرف بقى وهو رايح يروح وهو رايح ازاي. يعني ده الكونسبت بتاع البيزنس باختصار، عايزين بس نقلل الاعراض اللي تبقى شويه. مش سامع الشغل اللي انا بعمله بعدين ما اسمعش حاجه. لا هو مش نفسه طبعا، هو ممكن يكون 70% منه بس. يعني انا مريح نفسي، واحد كنت بشتغل 160 ساعه بقيت بشتغل 20 ساعه في الشهر. فعلى فكره ممكن لو انا ركزت مع الفريلانسنج ممكن اتعب نفسي اكتر واجيب نفس الريفنيو، بس انا مش فاضيه. يعني انا عايز اركز في الستارت اب فكده كده عارف ان انا هلوز ماني، بس اتس كالكوليتد لوس مش هفضل لوس كده وخلاص. يعني انا دلوقتي بشتغل في حاجات الفريلانسنج عشان انا محتاج فلوس، عايز فلوس ادفعها في احطها في الستارت اب بس. لكن انا قعدت الشهرين اللي فاتوا او الثلاث شهور اللي فاتوا مش بشتغل فريلانسنج اصلا. سالت كوباي كاب مش لا هي حاجه يعني حاجه ليها علاقه بالسبريد شيتس اوتوميشن. ايوه في بي اي في بي اي ده بارت، وحاجات جوجل برضه سبريد شيتس. فعشان جوجل لسه جديده مش ناس كتير دخلت في المجال ده. طبعا الاقي النهارده 300 اكونت كريتو على ريسك ولا فيلانس كلهم مرات مش مشكله يعني. ندي تريننج على فكره. والله بصي هو تقريبا في ثالث يوم يعني
هقول لك حاجه، في مشكله ان الناس يعني تقريبا في ناس بتعمل بوكس كده على الويب سايت بتاعت الفريلانسنج، اول ما الجوب بتنزل يقوم باعت هو نفس الكفر ليتر لكل حاجه في الدنيا، يعني للويب ديزاين للجرافيك ديزاين للداتا انتري، هو انا جامد في كل حاجه لو سمحت اعمل لي هاير. يعني انا عشان جربت احط بوست كنت بشوف ابلكيشنز بايعه، يعني انت بقيت بعمل حاجه بسيطه جدا، بقول له لو سمحت انت بتعمل ابلكيشن انا كاتب كلمه في القاهره الاول ابلكيشن، اي حد بيعمل ابلكيشن ما ببصش عليها لو ما كانش كاتب كلمات. هو الموضوع بس يعني انا كنت خدت تريننجز كتير قبل كده ازاي اكتب كفر ليتر، وربنا رزقني بواحد امتحانات كده في الاول خالص اللي هو اول ما كتبت كفر ليتر اتبسط وقلت له دي حاجه قد كده واداني اربع اضعاف الرقم، بس كانت حاجه $5 يعني الشيء ده، كان مبسوط جدا وانا كنت سعيد ان انا خلاص ابتديت خطوه الفريلانسنج. انا النهارده بس قعدت بسيطه الهيستوري كده عشان اشوف انا كنت عملت كام شغلانه، لقيتهم سبعه، يعني انا ما كنتش عارف ان ايه كده، يعني في حاجات بعملها طبعا برقم قليل. بعد السبعه دول بلطجت وقمت ضارب الاور ليت في 2 ده اللي موجود يا جماعه، وبعدين زودت الاور ليت تاني، ابتديت انا عايز احط اعمل بوزيشننج لنفسي في حته معينه، مش عايز اعمل بوزيشننج لنفسي ان انا نفس الاور ليت بتاع الناس اللي نسيها تاني، فبقول له انت بتاخد واحد بزنس كونسلتنت ويز سوفت وير باك جراوند مش سوفت وير ديفلوبر هتقول له اي حاجه تعملها خالص، عشان كده انا رامي نفسي في الحته بتاعت البيزنس، انا بدي كونسلتنسي بزنس بعمل لك اوبتمايزيشن بوفر لك اكس مش بعمل لك ويب سايت. بس يعني الموضوع بيبي لسبب تاني ان البارت ده الكاستمر بيبقى ريتيرنينج كاستمر، يعني انا ما تقريبا قليلين جدا الكاستمر اللي اشتغلت معاه مره، بيبقى هو حد عمل سبريد شيت اه طب انا عايز حاجه ثانيه طب عايز حاجه ثالثه، فنوع الشغلانه اللي بتبقى ليها حته فيه. اوكي معلش انا هاخد المايك عشان السؤال ده عندي اجابه ليه صغيره. انا قبل ما ابقى الموبيلايزر السؤال نفسه ازاي حد نون تكنيكال ما هوش مهندس ياخد الريسك ده ويسيب شغله ويقعد في البيت. انا قبل ما اكون موبيلايزر انا من 2008 وانا شغاله فريلانسر ترانسليشن وارتكل رايتنج وكوبي اديتنج، وكنت شغاله في شركه كوبي اديتر من 2010 2013 شهر 11 بالظبط انا سبت شركتي وقعدت في البيت، ودلوقتي انا فول تايم فريلانسر الى جانب ال being ايلانس موبيلايزر. الريسك فكرت فيه مره واثنين لقيت ان هو ابليكابل، ومعلش اسمحوا لي اقدم لكم شخصيه كمان خدت نفس الريسك ده، مؤمن جوزي he's a full time freelancer بيشتغل 8 ساعات كل يوم من البيت وساب الشركه بتاعته، وي هاف ا فاميلي بالظبط زي ما محمد قال احنا عيله وعندنا طفل وعندنا ان شاء الله تاني جاي في السكه، فيعني كان الريسك كبير بس الحمد لله احنا العيله بتاعتنا كانت عامله لنا سبورت جامد في الموضوع ده. as a freelancer يمكن ما حدش يتفهم القرار، بس لو فكرت في السكيل اللي عندك او المهاره اللي عندك هتقدر تقدم ايه؟ ليه تقدم كتير. اعتقد معانا هنا برضو انا مش متاكده يا ريت بقى حضرتك تشير الاكسبيرينس برضو معانا، لو حضرتك تقول لنا الاكسبيرينس واضح الموضوع شد الناس. معلش احنا هنخرج عن السكيل شويه بس بتهيألي دي هتبقى انريتشنج لينا كلنا بما اننا كوميونتي وفي ناس هتبقى حابه تعرف الاكسبيرينس دي. السلام عليكم، انا محمد ممدوح موشن جرافيك و 3 دي ديزاينر، اشتغلت في شركات كتير قوي كلها شركات ادفرتايزنج، اشتغلت 3 دي انيميتور 3 دي ديزاينر وموشن جرافيك في شركات في كير، اشتغلت في يوبس عملنا اعلانات تلفزيونات عملنا حاجات لحد 2009 قررت يعني ساعه اللي هي الجلوبال كرايسس اللي هي الجلوبال كرايسس الدنيا كلها وقعت بره وشركات كتير قفلت في مصر وحاجات كده، فقررت خلاص ان انا هبقى بي ماي بوس يعني، فقررت ان انا هشتغل فريلانسر بس، انا اوريدي كنت شغال فريلانسر من 2006 وكانت الموضوع بيجي يعني بيجي لي مبلغ كويس ما يمكن 50% مثلا اللي باخده من الشغل بتاعي في الشركه العاديه، بس كنت عارف ان ممكن ادي اكتر من كده يعني، كنت اوريدي بشتغل ساعتين ثلاثه في اليوم، فممكن لو اشتغلت 8 اكيد هجيب ضعف ممكن اكتر كمان.
طبعا مراتي صدمت مني جامد جدا في الموضوع ده خلاص. طبعا مش حاجه بمجرد